فيما يخص السؤال تاعك، فريق السنغال معروف في السنوات الاخيره، وهذا مشروع اللي بداوه في 2011 يا جماعه، 2011 وما لازمش نحشمه ونقولوها. ملي جاو المنتخب الاتحاد السنغالي لكره القدم في 2011 جاء اقتدى بمثال الجزائر فيما يخص انشاء اكاديميات. ما يخفاش بلي اكاديميات هذويا كانوا في عهد حداج في 2009 2008 لعبد اللاوي لفرحات لبخماسة لمداني. دونك اقتدوا بهذا المثال بالخروج بالكره تاعهم للمستوى العالي. سوء الحظ حنايا ما كملناش في المسار تاعنا اللي بديناه في 2008 2009، ما كملناش في مسار الاكاديميات. ما يخفلكمش باللي اول تاهل لاولمبياد 2016 كانوا 70% لاعبين اكاديميه تاع الجزائر، الاتحاد الجزائري لكره القدم. يعني التاريخ لازم يذكر، لازم يعاود نحيوه. الامل هذا يعود للعام اللي ما تواصلش، وكان تواصلنا في عام الاكاديميات وعامل التكوين في الفئات الشبانيه كنا ممكن نكونوا اقوى حاليا. بعد ما المنتخب السنغالي الاتحاد السنغالي انطلق في مشروع التكوين راهو حصد كل الالقاب القاريه في هذا في الاعوام الاخيره، ولهذا ما عندناش يعني ما فرق كما يقولوا. حنا الحل الوحيد ان لازم نعاودوا نولوا التكوين، وفي غياب التكوين ونقولها بكل حقيقة نظن أكاديميات لحد الآن كحل يعني ضروري في الحين للنهوض بالكرة الجزائرية. إن شاء الله الفرق تاعنا يفطنوا هذه النقطة المهمة للنهوض بالكرة الجزائرية. أما المنتخب السنغالي، هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. جزائر تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.